بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً بكم في لقاء جديد ووقفة جديدة مع 7 أكتوبر. هذه الوقفة أتساءل بها وإياكم لماذا غزة؟ لماذا اختارت المقاومة غزة؟ هل اختارت المقاومة غزة لأسباب جغرافية؟ لأسباب سياسية؟ ام لعلها لاسباب عسكريه تميز غزه من حيث العمق الاستراتيجي او طبيعه الارض او مسرح العمليات او غير ذلك من الاسباب التي تخدم المخطط والمدافع العسكري ايضا اتساءل لماذا صرح المقبور رابين ذات يوم وقال اتمنى ان استيقظ يوما من النوم فاجد غزه وقد ابتلعها البحر لماذا هرب شارون وعصابته من غزه وولوا الدبر في عام 2005؟ لماذا هزجوا وقالوا وانشدوا غزه يا مكوفة بالنار؟ لماذا قال نزار قباني مخاطبا العالم من خلال اهل غزه في عام 1987 قال يا تلاميذ غزه علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا؟ علمونا كيف نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا اخواني واخواتي الكرام كثيرا ما ارتبط اسم غزه بالمقاومه حتى اضحت واصبحت كلمه المقاومه مرادفه لكلمه غزه لتجليه تلك الصوره لا بد لي ان اقول بدايه ومن ناحيه عسكريه بحته وبكل شفافيه ان جغرافيه غزه وطبيعه ارض غزه ومسرح العمليات في غزه والعمق العسكري الاستراتيجي لغزه ومن ناحيه عسكريه كل ذلك ليس في مصلحه او صالح المخطط او المدافع او المقاوم العسكري على الاطلاق. بل كل تلك العوامل العسكريه والنواحي هي في صالح المهاجم تماما اي من ناحيه النظريه هي في صالح العدو الصهيوني لكن ما نراه عبر تاريخ غزه العسكري حتى هذه اللحظات التي اتحدث بها اليكم هو عكس ما اقوله كعسكري فها هي غزه مثلا لو استعرضت تاريخها العسكري منذ القدم استعصت على الاسكندر الاكبر في سنة 332 قبل الميلاد فقد حاصرها أربعة أشهر ولم يدخلها إلا بعد أن حفر جنود أنفاقاً تحت أسوار غزة للتغلب على أنفاق أهل غزة التي كانوا قد حفروها استعداداً لمواجهة الإسكندر الأكبر ثم بعد أن مكث بها فترة من الزمن طردته غزة ها هي غزة قد حاصرها الرومان عاما كاملا ثم احتلوها وخربوها في عام 96 قبل الميلاد ولم يبكثوا بها طويلا ثم طردتهم غزة ها هي غزة تقاوم الصليبيين في عام 1100 ميلادي فما قدروا عليها فحرقوها وخربوها في سنة 1112 ثم طردتهم غزة وها هو الاحتلال الفرنسي في عام 1798 بقيادة نابليون بونابرت، وقال قد هاجم غزة واقام فيها لكنه لم يمكث فيها طويلا بسبب الهزائم والخسائر الكبيرة التي مني بها في غزة ثم طردته غزة وها هي غزة تنتصر لمصر وتنصر مصر وتخطط وتدرب وتوجه الشهيد سليمان الحلبي ذلك الفتى الذي قرر التخلص واغتيال قائد الحملة العسكرية الفرنسية على مصر عام 1800 المدعو كليبر وتمكن سليمان الحلبي من قتل كلبر وهنا اقول تذكروا ان سليمان الحلبي درس وترعرع وشرب من ماء غزه وها هي غزه تنصر وتنتصر لمصر مره اخرى في العدوان الثلاثي الغاشم على مصر عام 1956 فارسلت غزه فلذة اكبادها من شيبها وشبابها ليقاتلوا الفرنسيين والإسرائيليين والبريطانيين دفاعا عن مصر جنبا إلى جنب مع أهل السويس المصرية وهذا أمر موثق واسمحوا لي أن أسمعكم ماذا قال جمال عبد الناصر حينها بحق غزة أوجه التحية إلى الجماهير الصابرة المناضلة في غزة واشيد بعظمتها كمثل اعلى لكفاح الانسان من اجل الحريه. ومرة اخرى في 8 12 1987، وذلك اليوم الذي بدات به الانتفاضه الاولى، انتفاضه الحجاره لشعب فلسطين. كان شعله هذه الانتفاضه في غزه انطلقت من جباليا. ثم انتقلت إلى كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إخواني وأخواتي الكرام قرأت في مذكرة بريطانية نشرت بتاريخ المذكرة تعود إلى تاريخ 20 أربعة 1917 يعني بعيدة دخول الخبراء الفرنسيين مع المستعمرين البريطانيين تمهيدا للاستعمار من قبل بريطانيا لغزة وفلسطين ماذا تقول هذه المذكره الداخليه؟ تقول نصا مترجما ان سكان جنوب فلسطين من الخليل حتى غزه هم من المناطق الاكثر عدائيه للاجانب. وهناك ايضا مجموعه من المراسلات البريطانيه تبين ان عمليه اجلاء العشرات من الجرحى عن طريق البحر الابيض المتوسط تطلب عده مراسلات مع دول التحالف المتحالفين مع بريطانيا تم الاتفاق فيها على تزويد القوات البريطانيه بتعزيزات وتدخلات من البحريه الاسبانيه ليتمكنوا من اجلاء الجرحى. وتبرز هذه المراسلات حاله التخبط بين القيادات البريطانيه وتبدل العمليات واوامر الاجلاء والمقترحات والمخططات تخبط تام تبين حجم قوة النيران التي استخدمها العدو البريطاني ضد غزة، وبنفس الوقت تقول أن المقاومة يعني قدمت حجما كبيرا من النيران، وأظهر الغزيون في هذه المعركة قدرة جبارة على الصمود لم يكن يتوقعها العسكري المخطط البريطاني. نعم أيها السادة، إنها غزة. فالامر اذا ليس بمقاييس التي قست انا او غيري بها من مقاييس ماديه عسكريه كجغرافيه الارض او مسرح العمليات او مدى العمق الاستراتيجي بل الامر منوط باختيار رباني زرع بتراب غزه وبارث تاريخي ينتقل من جيل الى جيل برعايه الله بين اهل غزه فاولئك هم خير المرابطين وهناك اخواني واخواتي الكرام خير رباط في سبيل الله رباط غزه فهنيئا لكم يا اهل غزه. اخواني واخواتي الكرام هذا ليس كلاما عاطفيا او ادبيا اسوقه بل هو مفهوم عسكري بحت الا وهو مفهوم الحاضنه الشعبيه للمقاومه ودور تلك الحاضنه الشعبيه في الصمود والنصر وطرد الغزاه هذه الخصوصيه لغزه هي التي ادت دورا مركزيا في تجذر النضال الفلسطيني في قطاع غزه وفي كل فلسطين بما فيه المقاومه المسلحه فتلك الحقيقه التاريخيه التي سردتها امامكم وتلك الحاضنه الشعبيه المتوارثه عبر التاريخ ساهمت عبر كل هذه السنوات في خلق ثقافه مقاومه بالتوازي تماما مع خلق منظومه عسكره ومقاومه لدى الشعب والمجتمع والحاضنه في غزه. فاهل غزه تعودوا على التدريب تعودوا على القتال، درسوا ذلك في مدارسهم، نظموا الدورات التربيه الوطنيه التي تعزز المقاومة ضد أي محتل عززوا ثقافة انتشار السلاح في غزة تحت مفهوم بنادقنا ليست للإيجار أو للسمسرة بل هي للدفاع عن فلسطين بعد هذا السرد أستطيع أن أفهم تلك الأهزوج والأنشود الذي يرددونها اهلنا في فلسطين غزي غزتنا يمكوفلي بالنار لاجد ان هذه الاهزوجه لم تكن مجرد استعاره تعبيريه لم تكن فقط تعبيرا ادبيا بل غزه عبر التاريخ كوفلي وملفوف بالنار بقدر ما هي مرتبطه فعلا بالارض وبالحاضنه الشعبيه على تلك الارض وايضا نستطيع ان نتلمس ذلك النفس وتلك المشاعر باغلب اغاني الثوره التي كان يكتبها ويلحنها فلسطينيون غزيون ومن الضفه ومن كل مكان وكتب جزء كبير من هذا الادب والتراث الفلسطيني بلهجه غزه بلون غزه وربما كلنا نتذكر ان آه المرحوم صلاح الدين الحسيني ومهدي سردانه واخرون تركوا بصماتهم على اغاني الثوره الفلسطينيه التي طغت على المشهد الفلسطيني الثوري فكانوا يشيدون بفكره الكمائن وكسر الطوق ومهاجمه كل ما هو صهيوني في قطاع غزه نعم ايها الساده غزه كانت نواه وقاعده انطلاق عمليات المقاومه لكافه المقاومين والفدائيين في كافه الشوارع والازقه في حي الزيتون في الشجاعيه واي موقع على الخط الشرقي او ما يسمى خط الهدنه لقطاع غزه الحدود الحاليه وهنا لا بد ان اقول ان المقاومين استثمروا شبكه الاحتضان الاجتماعي في غزه التي كانت تقوم على اخفاء الثوار والمقاومين ومد يد العون لهم ماديا ومعنويا. فاقاموا شبكات عائليه محليه في كل مكان وبقعه من ارض غزه. وكذلك ساعدت كثافه السكان في ذلك القطاع، انتشار البيارات على خطوط وانتشار خطوط التماس وعملت على ابقاء شعله المقاومه مستمره لم تخبو لحظه. وكانت دائما الحاضنه الشعبيه في غزه توفر السلاح باي وسيله وتوفر التدريب باي طريقه لكل من اراد المقاومه ضد العدو المحتل وضد كل عمل صهيوني اسرائيلي يستهدف غزه من دوريات او كمائن او اغتيالات هذا النظام من التعاضد والتضامن وأسميه التضامن الاجتماعي الاقتصادي مرده وأساسه الحاضنة الشعبية في غزة أعزائي المشاهدين لا بد أن نعترف ونقول أن المقاومة في قطاع غزة ظاهرة فريدة على مر التاريخ فهي مقاومة عابرة للتاريخ بل وعابره للشرائح الاجتماعيه اي ان ابناء العائلات الغزيه العريقه شاركوا كلهم وبقوه في المقاومه بلا تكلف وبلا اطماع وبلا نظرات وفروقات طبقيه فتكت بالشعوب في كثير من الدول كلهم لاجل فلسطين نعم اخواني شكلت حارات غزه القديمه وبيارات العائلات مكانا لانطلاق اعمال المقاومه شكلت ملاذا للثوار شكلت وسائل ووسائط دعم للمقاومه فلا بد ان نذكر ان ظاهره الفدائيين المقاومين في المخيمات برزت في غزه بشكل لافت وخير من مثلها لابد ان نذكره البطل محمد الاسود وقد لقب حينها بجيفار غزه. محمد الاسود خرج من مخيم الشاطئ وكثير من ابناء المخيمات ايضا انخرطوا جنبا الى جنب مع ابناء غزه فكلهم حاضنه شعبيه لاجل دعم المقاومه من اجل الدفاع عن كل فلسطين. وبرع اهل غزه في توجيه الضربات الموجعه للعدو الاسرائيلي دون رحمه او وجل او خوف. إلى درجه ذاعت بها مقوله على لسان العدو وقيلت على لسان شارون حين قال لمجلس وزرائه ولشعبه اننا نسيطر على قطاع غزه نهارا بينما يسيطر يسيطر المقاومون عليها ليلا ايها الساده ايها المشاهدون الكرام هل عرفتم الان لماذا غزه؟ هل عرفتم لماذا يستهدف الصهاينه نساء غزه؟ انهم يستهدفون نساء غزه حتى لا ينجبن اطفالا، ويستهدفون اطفال غزه حتى لا يعلمون كيف نكون رجال. هل عرفتم الان لماذا غزه كوفل بالنار؟ وقريبا جدا باذن الله تعالى سنرى نتنياهو يردد مقوله المقبور شارون. والحقيقه ان غزه هي من حفرت قبر نتنياهو وهي من ستدفنه في قبره المفتوح. الى هنا استودعكم الله حتى لقاء قريب في وقفه اخرى من وقفات 7 اكتوبر.